أول سؤال من الـ Fundamental Problems معنا على هذا السكشن، سكشن 2-4، بيحكي لنا Resolve each force acting on the post into its X and Y components. Resolve يعني حلل كل واحدة من هاي القوى الـ X والـ Y components تاعونها. الآن لو رسمنا إحنا الشكل، هاي الـ Fundamental Problem 2-7 page 39. هاي هي المحاور، F1 بهذا الشكل، F3 F2 جاية هيك، تساوي 450، معطيني زاويتها مع الإكس نيجاتيف إكس أكسس 45 درجة، وال F3 في الربع الأول بتساوي 600، وبدل ما يعطيني الزاوية أعطاني المثلث الصغير اللي هون 3 4 5، عشان نحسب إحنا منه قيمة ثيتا. المطلوب بس نعمل resolving لكل هاي المتجهات. فببدأ بالأول، واضح الأول زاويته مع الإكس أكسس هي 90 درجة، فبنحكي الآن F1X تساوي F1 نفسها اللي هي 300 في كوساين 90، الزاوية مع الإكس هي 90 درجة، فبيطلع الجواب 0. F1Y بتساوي 300 في ساين 90، هون اعتمدنا الزاوية مع الإكس أكسس، بيطلع الجواب 300 نيوتن، لأنه هاي معطينيها أصلا بالنيوتنز بهذا الشكل. الثانية الآن F2 معطيني الزاوية مع الإكس أكسس، فهون أنا بدي أحلل، خلاص فيش داعي أخذ الزاوية مع الإكس الموجب، لكن أنا بدي أحط الإشارات بإيدي. لو أخذت الزاوية مع الإكس الموجب لحالها رح تطلع الإشارة معنا موجب وسالب. ف F2X تساوي F2 نفسها اللي هي 450 في كوساين 45 درجة، فرح يطلع الجواب معنا كالتالي 450 كوساين 45، الجواب 318. لكن واضح انه الاكس راح تكون نحو اليسار والواي راح تكون نحو الاعلى، فالاكس راح تكون نيجاتيف، اذا هي نيجاتيف. لو بدل ال 45 اخذنا الزاويه مع الاكس الموجب اللي هي 180 ناقص 45 درجه اللي هي 135، 135 راح يطلع الجواب نفسه، لكن ايش؟ لكن نيجاتيف 0.2. الان F2Y راح تساوي 450 في ساين 45. الآن الساين راح يكون لفوق الواي كومبوننت، فراح يكون بوزيتيف، فراح يطلع الجواب نفسه لأنه الساين والكوساين 45 هي نفسها 318.2، لكن إيش؟ لكن بوزيتيف. نيجي على F3X تساوي 600. الآن كوساين ثيتا نطلعها هون، الكوساين هي ثيتا مع الإكس أكسس اللي هي الزاوية الصغيرة اللي هون نفسها، فهو المجاور على الوتر، فبنحكي إنه كوساين ثيتا يساوي 3/5 اللي هي 0.6، وساين ثيتا يساوي المقابل، مقابل الزاوية اللي هي 4/5 اللي هي 0.8. إذا 600 راح تكون في كوساين ثيتا اللي هي كوساين الزاوية اللي هون، واللي قيمتها أوجدناها 0.6 مباشرة، يعني هاي هي نفسها 0.6، فراح يطلع الجواب 600 ضرب 0.6 360. ال F3Y راح تساوي 600 في ساين ثيتا واللي طلعناها 0.8، فراح يطلع الجواب 600 ضرب 0.8 480، ولأنها في الربع الأول الإكس والواي إلها بيكونوا موجبات. الآن هيك عملنا resolving لكل واحدة فيهم، أوجدنا الإكس والواي components إلها، تمام. المسألة الثانية، لو هذا السؤال اللي إحنا حليناه لو كان طالب من الريزلتنت، بحسب الإكس لحال والواي لحال، بنطلع إيش المحصلة الكلية من فيثاغورس.
السؤال الثاني بيحكي لنا كالتالي: Determine the magnitude and direction of the resultant force. بده المقدار والاتجاه للمحصلة. الآن أنا عندي سكرو زي هذا، ففي عندي هون الـ X وهون الـ Y axis، وفي عندي 3 forces 300 400 و250. فبدنا نعمل resolving لكل واحدة، نكتب الـ X والـ Y components بعدين نطلع الـ resultant لهم. فلو رسمناهم الآن هيك راح يكون شكله هذا 2 8. أنا بيهمنيش أرسم شكل البرغي، أنا بيهمني أرسم الأوريجين اللي هون. فهاي هي الـ X axis وهاي هي الـ Y axis. فأنا في عندي force باتجاه اليمين هون 300، وفي عندي فورس جاية هيك اللي هي 400، وزاويتها اللي هون هي 30 درجة، وفي عندي فورس جاية في الربع الثاني قيمتها 250، ومعطيني بهذا الشكل هون 3 وهون 4 وهون 5. تمام. الآن مباشرة نبدأ بالتحليل، فبنحكي ال 300 هاي جاهزة، خلينا نسمي هذه اف 1، نسمي هذه اف 2، ونسمي هذه اللي هون اف 3. الآن بحللهم، الآن واضح اف 1 منطبق على الاكس، فالاف 1 واي راح تكون 0، فبنحكي اف 1 اكس تساوي 300، اف 1 واي تساوي 0. اف 1 جاهز. الآن نيجي على الاف 2، اف 2 في الربع الثاني في الثنتين موجبات، اف 2 اكس راح تكون 400 في كوساين الزاوية مع الإكس اللي هي 30، وهون F2Y رح تكون 400 في ساين 30. ساين 30 نص، فرح يطلع هون عندي 200، والفورسز بالنيوتن هون 400 كوساين 30، تمام. لما نيجي على اف 3، اف 3 واضح شباب انها في الربع الثاني، فالواي بوزيتيف والاكس نيجاتيف، اذا اف 3 اكس راح تساوي اف 3 نفسها اللي هي 250. الان كوساين ثيتا مع الاكس هاي اللي انا بدي اياها، والمجاور على الوتر 3 على 5، فراح يطلع معنا 250 ضرب 3 تقسيم 5 150، وراح تكون نيجاتيف الاكس. اف 3y راح تكون 250. الان ساين ثيتا هو المقابل على الوتر، سوري هو الزاوية، انا بدي المجاور، الكوسين هو المجاور، في المجاور هو 4 على 5، 4 على 5 راح يطلع الجواب 200. هون بدي الآن ساين ثيتا، هاي هي ثيتا اللي هي نفسها هاي، الساين هو المقابل على الوتر 3 على 5، راح يطلع جوابها 150، هاي طبعا نيجاتيف. الآن بعد ما احنا حللنا وخلصنا، في عندي خيارين: إما بحسب الـ FX مباشرة أو الـ RX اللي هي summation of FX، راح تكون 300 زائد 346.4 ناقص 200، فراح يطلع الناتج 300 زائد 346.4 ناقص 200، الجواب 446.4. نفس الطريقة بنطلع الريزلتنت على الواي اكسس اللي هي summation of y components مجموعهم، اللي راح يطلع 0 زائد 200 زائد 150، يعني 350. الآن راح تكون F الكلية المحصلة resultant FR بتساوي جذر هذه اللي هي FX أو RX ما بتفرق 446.4 تربيع زائد 350 تربيع، فراح يكون الجواب
567.3 نيوتن. هاي هي الريزلتنت الماجنيتيود المقدار تاعها. الان الدايركشن بدنا نطلع تان ثيتا. تان ثيتا دائما هي الواي على الاكس 350 على 446.4. الان لانهم الثنتين طلعوا موجبات فهذا معناه انه الريزلتنت راح تكون في الربع الاول بهذا الشكل. هاي هي اف ار. اوكي 350 تقسيم 446.4 فالجواب راح يكون 0.78. إذن الدايركشن اللي هو ثيتا مع الإكس أكسس راح تساوي شيفت تان 38 درجة 0.1. فهذا هو الدايركشن وهذا هو هذا هو الماجنتيود وهذا هو الدايركشن. تمام. كنت بقدر شو أعمل؟ أعبر عن F1 as a vector, F1 x i hat plus F1 y j hat. نفس الإشي هون نفس الإشي هون. بعدين أجمع F1 زائد F2 زائد F3. هاي هي الF net. فبطلع معي i و j. بعدين نعمل magnitude and direction زي ما تعلمنا. طيب نشوف الآن المسألة اللي بعديها. هذا السؤال بيحكي لنا determine the magnitude of the resultant force acting on the corpuscle and its direction theta. إذن بده الماجنتيود والدايركشن للريزلتنت. نفس الشيء measured counterclockwise from the x axis عكس قارب الساعة من x اللي هي الزاوية الطبيعية. لو شفنا الشكل في عندي هون ال x وهون ال y. هذا اللي بيهمني أنا. بيهمنيش الآن الشكل corpuscle أو غيره ما بيهمني. أنا بيهمني إنه في جسم point object بتعرض لإيش لمالتي فورسز. فعندي هون F1 700 pound F2 400 هاي بتدفع وهاي بتدفع وF3 برضو بتدفع اللي هي 600 باوند. هاي الزاوية 30 درجة هون منطبق هون معطيني المثلث اللي احنا عرفنا كيف نتعامل معه. اذا سؤال بسيط مباشر تكرر. فبنحكي الان مش اكزامبل هذا F29 بيج 39. السؤال هو كالتالي في عندي هون المحاور هون الاوبجكت اللي هي الكوربل البوينت اللي بتتعرض للفورسز. الفورسز كلها زي ما شفنا دفع. فانا بدي ايش اعمل؟ هي هيك جاي لتحت بتدفع بهذا الشكل. انا بدي اسحبها احولها لقوه سحب مش قوه دفع. فهذه هي F2 راح تكون بتساوي 400 باوند. هيك الF1 راح تكون بتساوي 700 والF3 راح تكون في الربع الرابع بهذا الشكل بتساوي 600. الآن لو شفنا الشكل شباب بلاقي انه F1 اللي انا حولتها للربع الثالث صارت قوة سحب بدل ما هي دفع. زاويتها 30 مع الإكس. فلما انا اسحبها تتكون زاويتها 30 مع الإكس. يعني هي هيك كانت هي هون كانت 30 فهي 30 تقابل بالرأس. كذلك هاي القوة اللي هون كان معطيني حسب الشكل اللي هون انه العمودي 4 والأفقي 3. فنفس الاشي راح يكون هون العمودي 4 والأفقي 3 عشان نعرف نحولهم صح. والوتر طبعا هنا هو 5. تمام. المطلوب ان نطلع الريزلتنت ماجنتيود اند دايركشن. فببدا بالتحليل. فبنبدا ب F1 فبنحكي F1 x تساوي 700 في كوساين 30. لما بدي انتبه انه F1 في الربع الثالث وبالتالي الاكس راح يكون نيجاتيف والواي لها راح يكون نيجاتيف. فراح يطلع الجواب F1y تساوي 700 في ساين 30. كوساين 30 راح يساوي 606.2. طبعا باوند الإشارة نيجاتيف. 700 ساين 30 اللي هي نص بيطلع الجواب 350 باوند. عم نيجي على F2. F2 منطبق على ال Y axis. F2 X راح تكون 0. ال F2 Y هون راح تكون نفسها 400.
بس لأنها على النيجاتيف واي اكسس راح تكون نيجاتيف إشارتها. الآن اف 3x راح تكون 600. الآن أنا بدي هاي الزاوية، هاي الثيتا اللي هون، والثيتا هاي يا شباب هي نفس الثيتا هاي بس بالتبادل. هاي الزاوية اللي هون نفس الزاوية اللي هون عن طريق التبادل. يعني لو أنا كبرت هذا المثلث وأرسمها هون، هاي الثيتا هي نفسها هاي. هذا المثلث لو كبرته هيك راح يكون شكله، فالثيتا اللي هون نفس الثيتا اللي هون عن طريق التبادل بينهم التنتين. وبالتالي أنا هاي الثيتا اللي بدي إياها أشتغل عليها، مش الزاوية اللي هون، لا الزاوية اللي هون. وبالتالي كوساين ثيتا هي المجاور على الوتر 3/5، فراح يكون الجواب 360. بينما اف 3y راح تساوي 600 ضرب ساين ثيتا اللي هي راح تكون 4/5. مرة أخرى اف 3 في الربع الرابع الاكس اللي راح تكون بوزيتيف والواي راح تكون نيجاتيف، إذا هاي راح تكون نيجاتيف وهاي اللي هون بوزيتيف. تمام، إذا هيك احنا أوجدناهم كلهم الكومبوننتس. فلو حبينا نجرب طريقة الفيكتورز، فشو بنحكي؟ إنه اف 1 as a vector بتساوي سالب 606.2 اي هات زائد 350 j هات. f2 راح تكون 0 i هات ماينس 400 j هات. و f3 راح تساوي 360 i هات ماينس 480 j هات. الآن fr resultant راح تساوي f1 plus f2 plus f3، عملية جمعهم، هي الريزلتات لأي فيكتورز. لما أجمعهم بدي أنتبه، بدي أجمع الآي مع الآي مع الآي والجي مع الجي مع الجي، فراح يكون عندنا سالب 606.2 زائد 0 زائد 360، هذا كله آي هات. لما نيجي على الجي هات بجمع الجي مع بعض، 350 ناقص 400 ناقص 480، فراح يطلع الناتج الآن سالب 606 زائد 360. الجواب يطلع سالب 246.2 اي هات. بالنسبة للجي راح يكون واضح اني قدف اكبر، 350 ناقص 400 ناقص 480، فالجواب رح يكون ناقص 530 جهات. تمام، هاي هي F resultant as a vector. الآن أنا بدي الماجنيتيود، فبحكي الماجنيتيود هو FR absolute value اللي هو رح يكون الجذر لل 246.2 تربيع زائد 530 تربيع، رح يكون الجواب 584.4 باوند. الآن بالنسبة للدايركشن بنحكي إنه تان ثيتا بيساوي، الآن هون بدي أنتبه إنهم التنتين نيجاتيف، وبالتالي يفضل إني أرسم اللي راح يكونوا في الربع الرابع بهذا الشكل، هي إف آر في الربع الثالث. وبالتالي ثيتا لما أحسبها بدون ما أعوض الإشارات راح تكون هاي الثيتا، دائما بحسب ثيتا بدون ما أعوض الإشارات، راح تكون 530 على 246.2 بهذا الشكل. فراح يطلع الناتج 530 تقسيم 246.2 2.15. شفت تان راح تطلع ثيتا بتساوي 65.1 ديجري. اوكي، اذا هاي الزاوية اللي هون 65.1، هو طلب مني الزاوية مع البوزيتيف اكس اكسس كاونتر كلوكوايز، يعني الزاوية مع محور اكس الموجب لما امشي انا عكس القلب سايل هاي كلياتها.
هذا هو الدايركشن. فواضح من هون من عند البوزيتيف اكس النيجاتيف اكس هاي 180 درجة، هاي 180، شو بزيد عليها؟ 65.1، فراح يكون هذا الحكي زائد 180 درجة. اذا ثيتا اللي هي الدايركشن راح تكون 245.1 ديجري. تمام، هذا 2.9. شوف 2.10 شو بيحكي لنا. اثنين عشرة بيحكي لنا if the resultant force acting on the bracket is to be 750، يعني هو معطيني الماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت فورس، ماجنيتيود 750 نيوتن دايركتد along the positive x axis، وين اتجاهها؟ المحصله كلها باتجاه الاكس. determine the magnitude of f and its direction ثيتا، بده اف وبده ثيتا. سؤال ايضا حلينا مثله في الاكزامبلز، دائما الفاندمنتال بروبلمز هي من باب تثبيت المعلومات والتدريب اكثر على نفس الافكار، بحيث الطالب يكون قادر انه بعديها ينطلق للبروبلمزات الكتاب واسئله السنوات السابقه بشكل واضح. هيك الرسم اللي عندنا، هذا هو الاكس وهذا هو الواي. في عندنا في السؤال 3 فورسز، في عندنا هيك في الربع الرابع 600 نيوتن وزاويتها 45 درجة، في عندنا في الربع الأول F وزاويتها هي ثيتا، وفي عندنا كذلك في الربع الأول 325 ومعطيني المثلث تاعها اللي هو 13 12 5 بهذا الشكل. راح نسمي هذه F1 وراح نسمي هذه F2 وراح نسمي F اللي هي F3 بهذا الشكل حتى تسهل العملية. أوكي، نحكي الآن المحصلة، هو صحيح نكتبها هون إنه FR بتساوي 750 واتجاهها باتجاه البوزيتيف اكس اكسس، يعني راح تكون على الاي هات بهذا الشكل، يعني المحصله باتجاه الواي از زيرو. تمام، فشو بعمل انا الان؟ الطريقه التقليديه بحلل كل واحده فيهم، فبنبدا في اف 1 فبنحكي اف 1 اكس تساوي 600، بس بحكي لنفسي بذكر نفسي مباشرة F1 في الربع الرابع، إذا الـ X positive والـ Y رح يكون negative، X positive والـ Y رح تكون negative. 600 في كوساين 45 والـ FY رح تكون 600 في ساين 45، طبعا قيمهم متساوية رح تكون 600 كوساين 45 راح يكون الجواب 424.3، لكن x راح تكون positive وال y راح تكون negative. تمام، الآن f2 هاي x في الربع الأول وبالتالي الثنتين راح يكونوا موجبات، 325 ضرب، لأن أنا بدي هاي الثيتا اللي هي نفسها هاي الثيتا، الكوساين هو المجاور على الوتر 5/13، بينما الواي راح تكون ساين ثيتا 325 ضرب ساين ثيتا هو 12/13. نحسبهم الآن، 325 ضرب 5/13 125، نفسها بس بدل الخمسة نحط 12، الجواب 300. تمام، اف 3 اكس راح تكون اف نفسها في كوساين ثيتا واف 3 واي راح تكون اف نفسها في ايش؟ في ساين ثيتا. تمام، لان هو بيحكي لي انه الريزلتنت المحصله تاعتهم، المحصله طبعا لها اكس واي،
الواي رح تكون زيرو لأنها باتجاه الإكس، ما في على الواي، والإكس رح تكون 750 موجبة. أوكي، الآن بحكيك التالي. نعمل الآن معادلة على الإكس لحال، معادلة على الواي لحال. فأربعمية وأربعة وعشرين بوينت ثري زائد 125 زائد إف كوساين ثيتا يساوي 750. لو جمعنا هدول مع بعض ونقلناهم على الطرف الثاني فرح نحصل على 424.3 زائد 125 يساوي الآن 750 ناقص هذا الحكي، رح يطلع الجواب 200.7. إذا F كوساين ثيتا بتساوي 200.7. المهم نروح نفس الإشي نشتغل على الواي، فبنحكي سالب 424.3 زائد 300 زائد F في ساين ثيتا كله بيساوي صفر زيرو. فلما نجمع هدول ناقص 424.3 زائد 300 هذا الرقم اللي هو لما نقله الطرف الثاني رح يصير موجب. إذا F في ساين ثيتا تساوي 124.3. إذا عندي معادلتين مجهولين، خلينا نشوف كيف نحلهم. ما دام في عندي ساين وكوساين فيفضل إني أقسم رقم 2 اللي فيها الساين قسمها على رقم 1. فلما نقسم equation 2 على equation 1 راح نحصل على f sin ثيتا على f cosine ثيتا يساوي 124.3 على 200.7. يعني هون الاف مع الاف راح تروح، sin على cosine هي tan، فبنحكي اذا tan ثيتا بيساوي 124.3 تقسيم 200.7 بيطلع الجواب 0.62. لأن شفت تان راح يكون الناتج 31.8، إذا ثيتا تساوي 31.8 degree. هاي هي ثيتا، هذا هو الدايركشن. الآن بدنا نطلع الماجنتيود بعوض قيمة ثيتا في المعادلة الأولى أو الثانية، فبنحكي المعادلة الأولى على سبيل المثال F في كوساين 31.8 بيساوي 200.7، إذا راح تكون F بتساوي هذا الحكي تقسيم هذا، راح يكون 200.7 تقسيم كوساين الزاوية اللي طلعت معانا. فالجواب راح يكون 236.1 طبعا هون بنيوتنز نيوتن، هذا هو الماجنتيود. لو جربنا نعوض قيمة هاي الاف هون في هاي المعادلة 236.1 ضرب ساين 31.8 تقريبا راح يكون الجواب 124.4 طبعا التقريبات في قيمة ثيتا احنا اختصرناها الآن، أما الجواب بطلع هو نفسه. تمام، هاي كانت مسألة رقم 10. مسألة 11 الآن فيها يعني نفس فكرة 10 لكن فيها إشي زائد، ترك زيادة، إنه أعطاني هو في سؤال 10 إنه الريزلتنت على البوزيتيف إكس أكسس، حكى لي إياها بشكل واضح. في سؤال رقم 11 راح تكون الريزلتنت مش على أحد المحاور X أو Y، راح تكون بين المحورين، بس شوفوا كيف بده يعبر لك عنها في السؤال. طبعا سؤال 11 شباب بيحكي لنا if the magnitude of the resultant force acting on the bracket magnitude of the resultant اللي أنا بدي إياها المحصلة is to be 80 pounds يعني 80 pound directed along the U axis. إذا هو أعطاني الـ X والـ Y ورسم لي الـ F1 والـ F2 والـ F3 والـ F2 مجهولة
أنا زي السؤال السابق، لكن ما قال لي resultant على الـ x أو الـ y، حكى لي إنها على الـ u، والـ u رسم لي إياها عشان أعرف وين موجودة. إذن الـ resultant هي 80 بهذا الاتجاه، باتجاه المحور u على الـ u axis، وزاوية الـ u معروفة. إذن بقدر أنا أطلع الـ components تاعون الـ resultant لو بدي. Determine the magnitude of f and its direction theta. أوكي، إذن بدنا f و theta، خلينا نرسمها عشان نحللها. هذا F 2.11 صفحة 39، هاي المحاور، هذا X وهذا Y. الآن في عندنا، نسمي هذه F1 تساوي 50 باوند. في عندي في الربع الأول أيضا F2 معطيني اياها اف، والدايركشن تاعها هو ثيتا. وفي عندي اف 3 بهذا الشكل، قيمتها 90 باوند، معطيني مثلث عليها بهذا الشكل اللي هو 5 4 3. انا بدي الزاوية اللي هون، اللي هي نفس الزاوية هاي بالتبادل. انتبهوا شباب، الزاوية هاي مش هاي، هي هاي، هاي خطأ. تمام. الآن الريزلتنت فورس المحصلة حاط لي إياها بهذا الشكل هون، هيك راح تكون. فيش داعي أنا أسميه يو، بدي أسمي هذه مباشرة اف ار، والزاوية تاعتها اللي هي 45 درجة، اللي هي على المحور يو، زاويتها 45، وقيمة الاف ار هي 80 باوند، هاي بتساوي 80. اوكي، الآن نبدأ بتحليل الفورسز اللي عندنا زي ما تعلمنا تماما. فبنبدأ ب F1، واضح F1 منطبق على الـ X axis، فإذا F1 X راح تكون 50 و F1 Y راح تكون 0. نيجي الآن على الـ F2، F2 X تساوي F في كوساين ثيتا، و F2 Y راح تكون F في ساين ثيتا، والثنتين موجبات لأنه في الربع الأول. F3، F3 في الربع الثالث، فالثنتين راح يكونوا سالبات، هي طبعا هي الزاوية اللي بنحلل عليها. F3 اللي هي 90 في الكوساين ثيتا، هي نفس الكوساين اللي هون المجاور 3 على الوتر، 3 على 5 ضرب 3 على 5 طبعا نيجاتيف. و F3y راح تكون 90 ضرب، الآن الساين هو المقابل على الوتر، 4 على 5، فرح نحصل على 90 ضرب 3 تقسيم 5 54، وهون رح نحصل على بدل 3 4 72، طبعا تنتين نيجاتيف. الآن المحصلة تاعتهم، الآن المحصلة معطاة، معطيني زاويتها، فبحللها بنفس الطريقة، وبتذكر إن المحصلة في الربع الرابع، وبالتالي الـ x راح تكون بوزيتيف والـ y راح تكون نيجاتيف، فبحلل الـ fr. بتصير هون fr x راح تكون 80 في كوساين 45، والـ fr y راح تكون 80 في ساين 45 بس نيجاتيف. ستة وخمسين بوينت ستة، هون سالب 56.6 بهذا الشكل. تمام. الآن الـ x لازم يساوي الـ x، والـ y لازم يساوي الـ y، فبنحكي 50 زائد f كوساين ثيتا ناقص 54، كله لازم يساوي 56.6، هذا على الـ x axis. صفر زائد اف ساين ثيتا ناقص 72 لازم يساوي سالب 56.6، هذا على الواي اكسس. اذا راح نحصل على اف كوساين ثيتا راح تساوي هذول مع بعض على الطرف الثاني، طبعا 50 ناقص 54 سالب 4، لما نقولها بصير موجب 4،
مع 56 راح يطلع الجواب 60.6. بالنسبة للثانية أنا عندي هون صفر بتروح، سالب 72 هون بصير موجب 72، ف72 ناقص 56.6، 72 ناقص 56.6 الجواب راح يكون 15.4. هاي اف ساين ثيتا. لما نقسم نصيحتي قسمه اللي فيها ساين على اللي فيها كوساين حتى يطلع لنا تان مش كوتان ثيتا، فلما نقسمهم على بعض راح يطلع لنا اف ساين ثيتا على اف كوساين ثيتا. الاف طبعا مع الاف بتروح، اذا تان ثيتا راح يساوي 15.4 على 60.6، 25%. اذا ثيتا راح تساوي شفت تان 14.3، او خلينا نحكي ادق شوي 26. اوكي هي عرفنا ثيتا، عم بعوض في المعادله الاولى او الثانيه. اوكي نعوض في المعادله لانه انا بعرف انه اف نفسها تقع في الربع الاول، بالتالي ثيتا هي اصغر من 90، التنتين راح يكون الكوساين والساين كلاهما موجبات، فما في عندي مشكله الاولى او الثانيه. فبنحكي الان انه اف راح تساوي 60.6 تقسيم كوساين ثيتا، وراح يطلع الجواب 60.6 تقسيم كوساين الجواب اللي كان معنا، راح يطلع الجواب 62.5 باوندز. اوكي هاي مسألتنا، اوجدنا ثيتا واوجدنا الفورس نفسها magnitude and direction للقوة المجهولة. السؤال الأخير اللي معنا في هاي المجموعة من الأسئلة، سؤال 12 بيحكي لنا determine the magnitude of the resultant، بده المحصلة، إذا لازم يكون معطيني كل الفورسز. And its direction theta measured counterclockwise from the positive x-axis. سؤال تقليدي، في عندي جسم هون، في عندي 3 forces F2 بتسحب، F3 بتسحب، F1 تدفع، فبدي احولها لقوة سحب، راح تنزل بدل الربع الثاني راح تروح الربع المقابل اللي هو الربع الرابع. تمام، الآن سؤال تقليدي. الآن F2 12 صفحة 39، عندي جسم هون، هي المحاور، في هيك F3 تساوي 15 كيلو، كيلو يعني 1000 15000 نيوتن، ومعطيني المثلث هون 4 هون 3 هون 5. F2 جاي على المحور الواي نفسه قيمتها 20 كيلو، و F1 تدفع فبدي أسحبها لهون، هيك بتصير F1 بتساوي 15 كيلو نيوتن، معطيني العمودي 3 والأفقي 4 والوتر طبعا 5 بهذا الشكل. تمام، المطلوب نطلع الريزلتنت. إحنا سؤال تقليدي زي ما حكينا، فبنحكي إنه نبدأ في F1، F1X تساوي 15 كيلو، في كوساين ثيتا، هاي الثيتا اللي أنا بتهمني اللي هي نفسها بالتبادل، ثيتا الآن كوساينها هو المجاور على الوتر 4 على 5، ضرب 4 على 5، والإف ون واي راح تكون 15000 ضرب ساين ثيتا اللي هي المقابل على الوتر 3 على 5. الآن F1 في الربع الرابع، إذا الواي راح تكون نيجاتيف والإكس بوزيتيف، إذا هاي راح تكون سالبة. نحسبهم، اتناشر ألف هون
هون راح تكون عندي نفسها بس بالثلاثة بدل الأربعة، 9000. أوكي، اف 2 منطبقة على الواي أكسس، هاي بتريحنا. اف 2 اكس بتساوي 0 و اف 2 واي بتساوي 20000 كلهم، ولأنها لفوق بتكون بوزيتيف. عن اف 3 في الربع الأول الثنتين راح يكونوا موجبات، فبنحكي إنه اف 3 اكس راح تساوي اف 3 نفسها اللي هي 15000 في كوساين ثيتا، هي الثيتا هون اللي هي نفسها هي، فالمجاور 4/5 ضرب 4/5، وهون راح يكون اف 3 واي راح تساوي 15000 ضرب المقابل على الوتر 3/5. الآن 15000 في 4/5 اللي هي نفسها هاي اللي هي 12000، وهاي هي نفسها هاي اللي هي 9000. الآن نطلع المحصلة، اف ار اكس راح تساوي مجموع الاكس اللي راح تكون 12000 زائد 0 زائد 12000 يعني 24000. هون سالب 9000 موجب 9000 راح يلغوا بعض، ضل عندي 20000 راح تكون بتساوي 20000. تمام، بعد ما اوجدنا الكومبوننتس مباشره بنحكي انه اف ار نفسها اللي هي المحصله راح تساوي جذر اف اكس تربيع اف واي تربيع. راح يطلع الجواب جذر 24000 تربيع زائد 20000 تربيع، الجواب 31240.9988 بصير 41 بهذا الشكل 0.0. هاي هي اف ار طبعا نيوتن، يعني 31.2 كيلو نيوتن. كيلو نيوتن. الآن دايركشن بدنا الثيتا، واضح إنه اف اكس طلعت موجبة والاف واي طلعت موجبة، وبالتالي المحصلة لازم تكون موجودة في الربع الأول فوق. لو رسمناها راح تكون هيك، هاي هي الاف ار الكلية، فأنا هاي الزاوية اللي بدي إياها. فبنحكي إنه تان فاي يساوي الواي على الاكس 20000 على 24000، فراح يكون الجواب 20 تقسيم 24.83. إذا فاي نفسها هي مع البوزيتيف اكس اكسس شيفت تان هتطلع 39.8 degree. هذا هو الدايركشن لهاي الريزلتنت. هيك يا شباب بنكون خلصنا الفاندمنتال بروبلمز لهذا السكشن. احنا لما شرحنا سكشن 2.4 و5 و6 مع بعض، عشان هيك بنحل هالبروبلمز تاعتهم مع بعض. هذا كان 2.4، خلينا نشوف الان 2.5 و6 مع بعض، البريليمينري بروبلمز تاعتهم، بعدين الفاندمنتال بروبلمز. خلينا نشوفهم الان.